ضوعاني هذه الميدان، ميداني ضوء سمي تيمنا بضوء هجن العاصفة المملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. ما شاء الله، هذا اليوم الأول في انطلاقة الحلفة، فكرة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم قالها. ابتسموا ابتسموا يا أهل الهجن، ما شاء الله تبارك الرحمن. انطلق الشوط الأول، انطلق الشوط الأول، هناك أربعة هواتف نقالة قدمت حقيقة من راعي مرموق السهيل بن سلطان بن رشيد الاجتبي، شكرا يا أبو سلطان. هناك هاتف اثنين للمشتركات وأيضا اثنين للصعوب، سهيل بن سلطان بن رشيد الاجتبي، شكرا يا أبو سلطان. شوطنا الأول انطلق، شوط الإبكار انطلق، شوط الجميلات، شوط الأسهيلات الذي انطلق منذ هذه اللحظات اذهب هناك الى المركز الاول الى مقدمة الشوط الشاهينية علي او سيف بن علي بن معيصم لاجتبي النقل على المركز الثاني. الله يا جيهان حمد بن سعيد بن حمد بصقعة الاغفر المركز الثالث. هناك الشاهيني علي بن حميد بن خليفة ابو سحر الشامسي المركز الرابع اللي وصلتنا اللي هي دوشة لسالم بن بخيت بن رشيد لاجتبي. الله الشوط الاول، الشوط الأول اللي يبى الهاتف النقال، اللي يبى الجلاكسي يقترب، اللي يبى الجلاكسي يقترب عند سهيل بن خليفة سهيل بن سلطان بن رشيد الاجتبي. الله الله يا اللحظات الأخيرة بصقع بن معيصم الله بن رشيد أيضا ينضم في اللحظات الأخيرة بن معيصم بن معيصم سيف بن علي بن معيصم الاجتبي. اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة. المركز الثاني حمد بن سعيد بن حمد بالصقعة سالم بن بخيت بن رشيد، روح الهاتف روح الهاتف روح الهاتف إلى بن معيصم مع الشاهنية سيف بن علي بن معيصم الاجتبي. المركز الثاني حمد بن سعيد بن حمد بالصقعة، المركز الثالث سالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الرابع مستمعينا الأعزاء الشاهنية عبد الله بن سيف بن مصبع الجيباني. ها هي النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالفوز تمام. دقيقة 49 ثانية 78 جزء من الثانية. تهانينا لك يا بن معيصم وهنيالك على هذا الناموس، هنيالك على الشاهنية وانجازاتها. سيف بن علي بن معيصم الاجتبي وسق الله دارك على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز هنا على أرضية ميدان ضوء. تهانينا والناموس.